السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرتين احلى من بعض. اول حاجة، لو عندك الوايبس بتاعك نشف مش بيستخدميها، هنعمل بيه ايه؟ بدل ما نرميه هنجيب علبة فاضية كده، وهنجيب الوايبس بتاعنا وهنبدأ ان احنا نقسمه، وهيكون بحجم العلبة، ونشوف هنعمل بيه ايه. الاول نجيب المقص كده، ونقص الوايبس، وهقصه صغير علشان يدخل في العلبة، وهحطه كده، احط الجزء التاني، وبعدين هجيب الأسيتون اللي عندي وهبدأ ان انا استخدمه كده على الوايبس. انا بفضل ان انا استخدم المناديل، احسن بكتير قوي من القطن، بيبقى سهل جدا في ان انا اشيل المانيكير. وهنشوف هيطلع ولا لأ. ناخد بقى منديل كده ونجرب. طبعا بقى بيطلع بسهولة كده. انا استفدت من الوايبس اللي عندي بدل ما ارميه. تمام، نعمل لايك لو عجبكم الفيديو. طيب نعمل ايه كمان بالوايبس؟ لو عندك علبة فاضية كمان هنعمل بيها ايه؟ برضو هنحط فيها الوايبس على قد حجمها كده، وبعدين نجيب ديتول. انا عندي ديتول مخفف، هنحط بس المناديل الاول كده. ده ديتول مخفف هحط منه على المناديل. وعندي كمان زيت جونسون برضه هحط على المناديل، وهستخدمها في ان انا اعقم بيها واطهر بيها ايدي، اي حاجة عندي محتاجاها، المفاتيح، الحنفيات، وكر الباب، تقدري تستخدميها زي ما انتي عايزة، وهتلاقيها ان هي مفيدة جدا وصحية جدا كده. ممكن نجربها على ايدينا. ايوه كده، هتلاقيها جميلة جدا وهتعجبك قوي زي ما احنا شايفين. جربيها بقى ولمعي بيها كل سطح عندك، مفيش اي مشكلة. الفكرة التانية اللي عندنا يا بنات، لو عندك الجلافز بتاعك خلاص مش تستخدميه تاني، بدل ما ترميه، طيب هنعمل بيه ايه؟ هنقصه كده بالمقص حلقات زي ما هنشوف، وهستخدمه بدل الاساتيك. لو الاساتيك اللي عندك خلصت هتلاقيه بيشتغل معاكي وسهل كويس جدا، وبيوفر معاكي كمان. تجمعي بيه بقى الاقلام اللي عندك، تجمعي بيه الهاند فري، تجمعي بيه اليو اس بي. انا هجمع كده الاقلام زي الاستيك بالظبط، مفيش اي مشكله. وهجيب الهاند فري او اليو اس بي، وكمان هجربها. شايفين زي الاستيك مفيش اي حاجه. كده جمعنا اللي عندنا. لو عجبكم الفيديو يا بنات دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.